بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة أعزائي. اليوم سوف نقوم بتصحيح التعبير الكتابي. نعم جيد، تابعوا معي. إذن لدينا كما سبق وقلت التعبير الكتابي دعم وتثبيت. نعم إذن سوف نقوم بتصحيح. السؤال الأول يقول: أرتب المقاطع التالية لأبني كلمات. نعم لدينا الراء كسرة مع الياء، وهنا الميم فتحة، وهنا الضاد مع ضمتين. إذن الكلمة التي سوف نحصل عليها هي مريض. جيد، هنا لدينا اللام مع ضمتين، وهنا الطاء كسرة مع الفاء سكون. الكلمة التي سوف نحصل عليها هي طفل. جيد، هنا لدينا الراء كسرة، الطاء فتحة مع الماء، وهنا لدينا القاف ضمتين. إذن الكلمة التي سوف نحصل عليها هي طارق. جيد، تابعوا معي. السؤال الثاني أقول: أضع الأسلوب المناسب. لدينا متى، أين، كيف، ماذا، هل. جيد، إذن هنا نقول: هل تحب الفاكهة؟ نعم. الجملة الثانية: متى يظهر البرتقال؟ متى، نقول متى. جيد، أين يعيش الأسد؟ أين يعيش الأسد؟ جيد، هنا نقول كيف؟ كيف نذهب إلى مدينة مراكش؟ نعم، وهنا نقول ماذا؟ ماذا شاهدت في حديقة الحيوان؟ نعم. السؤال الثالث: أرتب الكلمات لأحصل على جملة مفيدة. نعم، لدينا هنا خرجت، في، العائلة، الغابة، إلى، نزهة. جيد، إذن الجملة التي سوف نحصل عليها هي: خرجت العائلة إلى الغابة في نزهة. سوف أعيد: خرجت العائلة إلى الغابة في نزهة. نعم جيد. لدينا هنا الجملة الثانية تقول: حمامات سبعة خديجة اشترت. نعم، إذن الجملة التي سوف نحصل عليها هي: اشترت خديجة سبع حمامات. نعم، سوف أعيد: اشترت خديجة سبع حمامات. نعم جيد. إذن السؤال الرابع يقول: أصرف حسب المطلوب. نعم، لدينا هنا سمع الخبر. إذن الفعل هنا هو سمع. إذن في أي زمان؟ نعم، إنه في الماضي، سمع. جيد، إذا لاحظوا معي هنا المطلوب منا المخاطب المفرد. إذن سوف نقوم بالبحث عن الضمير. نعم، المخاطب المفرد ضمير هو أنت. إذن نقول: أنت سمعت الخبر. أعيد: أنت سمعت الخبر. إذن هنا لدينا المثنى المذكر. إذن الضمير هنا الذي نبحث عليه هو أنتما. نعم، أعيد: أنتما، أنتما سمعتما الخبر. جيد، لدينا هنا الجمع المذكر. إذن الجمع المذكر والضمير هو أنتم. نقول: أنتم سمعتم، أنتم سمعتم الخبر. ولكن يجب أن ننتبه، عفوا، أن ننتبه إلى القراءة. نقول: أنتم سمعتم الخبر، لأنه إذا التقى ساكنان نحذف ما سبق. لاحظوا معي. جيد،
أترككم في حفظ الله ورعايته.